شركة إير ستريت الرائدة في مجال العلامات الرياضية تأتي لكم بالجديد. علامة بيك لأول مرة في الجزائر لترافق ديزيت فايت، البرنامج الأول من نوعه في الجزائر. التحدي أرامي، عصير مستخلص من ألذ الفواكه، كله بنا ذوق وحلاوة، بنكهات متنوعة ومنعشة، معاه تحلى اللمة والمتعة مضمونة. أرامي هو البنين. هذا البرنامج برعاية رامي. ديزيت فايت سيزون لودو كومباتي ما تبقاش متروح، حلق ونطير جناحي مجروح، ساقوش دروا طاح زيد لودو قصح، خاوت لمينا والخير تمنينا، شقينا وعينا سمينا الماكينة، سلطن المدينة في كاسة لمينا. وينر شامبيون، وينر شامبيون، وينر شامبيون. دوزيام براي من برنامجكم الرياضي دي زاد فايت، مرحبا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا، وبيان سور نرحبوا بحمزة عثماني. مساء الخير هاديه، مساء الخير كل متتبع برنامج دي زاد فايت. نظل البرنامج والفوه فهموه ابري اليوميات اللي جازوا في التلفزيون، شفنا لي زات تاعنا كيفاش وصرا واش ما صراش، ونخلي الهاديه تزيد تفهمكم. كنا شفنا حمزه لارجيفي تاع لي زاتلات، شفنا لو تيست بي سي ار تاعهم اللي داروه، وبدات عائله دي زاد فايت بداو يتاقلموا مع بعضاهم، وجوزتوا معاهم اون سيمان، شفتوا البروغرام تاعهم اللي داروه لهم بيان سور لو كوتش اللي راه حاضر معنا. نبداو بالياس بو ياكوب، مرحبا بك. الله يعيش الياس بو ياكوب اللي هو راهو يشرف على دو كوتش واحد اخرين واللي راهم حاضرين معنا. الناس ومراد مرحبا بكم. وبيان سور حنا رانا مع رياضه الفنون القتاليه، وكاين فن بصح ماشي قتالي اللي راهو معنا لو رابور زاك ولا زاكو. زاكو زاكو مرحبا بك معنا. مرحبا، الله يسلمك. الله يسلمك. نبداو نحكيو مع لي كوتش ديالنا اللي راهم حاضرين معنا في هذا لو برايم. انتم اللي كنتوا في استقبال لي زاتلات تاعكم وشفنا درتوا لهم برنامج، احكوا لنا دابور كيفاش كان لو بروميير كونتاكت معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفاش كانت الاولى؟ تلاقينا بلي زاتلات تاعنا، كنا بون في ثلاثه لي زونترينو لي كوتش، في ثلاثه الياس خويا الناس، كنا في ثلاثه مع بعض، بدينا نتعرفوا على لي زاتلات اللي جاوا لدي زات فايت، نتعرفوا على لي ديسيبلين ولايات، نقصروا معاهم نحولهم لوطراك، نحكيو لهم شويه، كانوا شويه فضوليين يحبوا يتعرفوا شنو هذه دي زات فايت، واش راح نديروا. كانت الحاجه الاولى اللي كانت هي التعارف، حاجه اللي كانت بزاف هي التعارف. هذه هي. وكيما شفنا الاقبال تاع الرياضيين تاعنا، كانوا لومبيونس، نظن كي يشوفوا ابطال كيما الياس بو يعقوب ولا كيما سي مراد ولا كيما سي الناس، نظن راح يتكوراجوا زياده. انا حبيت نسقسي الناس لو كونتاكت الاولاني بينك وبين الرياضيين، انت بينك وبين روحك واش حسيت راح يستجيبوا الاوامر تاعكم في التدريبات، في الاكل، في الرقاد تاعهم، في البروغرام اللي عندكم. بون السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بون على بالك بلك حنا النهار بون كي تلاقيناهم كنا في 5 جويلي بيان سور، انا ديجا لا بريمير شوز اللي كنت نديرها نروح، كانوا دي جروب، نروح باش ندير شغل سامباتيزي معاهم، نقول لهم مين نتوما وكيفاش واش مام ديسيبلين ديرو ايتو، وميم طون انايا شغل حطيت روحي في بلاصتهم كيما كنت انا بكري، باسكو كنت ندير دي ستاج بلوكي، كنت اتلات بيان سور، عرفت كيفاش نقربهم ليا وكيفاش نحطهم الاز. اسكو شفتهم اللي كانوا متخوفين النهار الاول؟ بيان سور كانوا متراكين، كانوا مخلوعين مع على بالهم واش يدير واش كاين وكيفاش نديروا وين نروحوا، هادو كاع ما كانوش على بالهم اكزاكتومون. الجورني هذيك ديناها كاع حتى وين رحنا لو كون بيان سور،
دينا كاع يبوزيونا دي كيستيون، قال واش نديروا كي نوصلوا كيفاش نديروا، وشنو هما لي زونطرينمو كيفاش نوطرينيو صباح العشيه في زوج، كانوا متحمسين على كل حال. على بيان ما نعرفوا لاول مره في البرنامج تاع ديزات فايت قدرنا نديروا تربص الكاراتيكا لي بوكسور لي جيدوكا اكسيتيرا. الياس حبيت نسقسيك، لاول مره يكون تربص بين الرياضات القتاليه، كل واحد ولا ديسيبلين تاعو، انت بالاكسبيريونس اللي عندك كبطل وكمدرب حاليا دوكا، كيفاش تشوف طريقه التعامل معهم، انه كاراتيكا مع بوكسور مع جيدوكا في التربص كيفاش حتعاملوا معهم؟ برسك كيما حنا نقولوا الرياضه، الرياضه القتاليه بوكس ولا لوت ولا جودو ولا كاراتي، يا سبور دو كومبا، ما نقولوش رياضه القتاليه، سبور دو كومبا برسك لو ميم ميم ميثود دونترينمون، ميم ميثود تاع اونترينمون، يعطيك الصحه. تسمى ما كانش تعب معاهم بزاف، عندك اللي جاو ناقصين شويه لازم يزيدوا لهم كيما الكوتش والناس ولا مراد لازم يزيدوا يعاونوهم شويه، وبرسك جاو لا ماجوريتي كانوا بور موا كانوا واجدين، بالنسبه ليا كانوا واجدين شويه، واللي جوزنا معاهم يامات كانوا شابين ونوجه لهم تحيه منا ان شاء الله، تلاقاو مره الجايه ان شاء الله. ومازال هذه البدايه برك، جوزنا معاهم لا بروميير سيمين برك، مازالوا دي كومبا، مازالوا تصفيات، مازال ان شاء الله ربي يوفقك. كيما قلنا الكوتش الياس بو يعقوب هو راه يشرف على لي دو كوتش، قلنا كيفاش درت لهم بروغرام لي دو كوتش ديالك؟ لي بروغرام كان عندنا، كنا درنا لهم على الاول لي تيست فيزيك دوبي دي ستاج، كنا درنا لهم دي غريساج باش يريحوا مع التعب تاع السفر، اللي سو اللي جاو اللي يسكنوا بعيد، عندك كاين اللي جاونا من الصحراء، كاين اللي جاونا من الغرب، كاين اللي جاونا من الشرق، درنا لهم كان شرف تسمى كنا متعاونين باش درنا لو بروغرام تاعنا مع مع المراد والناس، درنا لهم دو بي دي ستاج، درنا لهم دي غراساج باش ينحوا شويه التعب، ابري دوزيام جور بدينا لهم لو تيست فيزيك باش نشوفوا لهم، نشوفوا شكون تكون عنده كيما حنا نقولوا يكون واجد بدنيا باش ما كي تعرفي السبور هذا ينجم يكون دي بليسور، ينجم بعيد شركش امور. ابري بدينا لهم لي تيست، لي تيست تيست كومبا. قدرتوا تعرفوا لي نيفو تاعهم يعني فاسيلمون؟ شويه كاين اللي يكون مليح فيزيك وما يكونش مليح تكنيك، ناقص تكنيك، ناقص تكنيك، وكاين اللي يكون مليح تكنيك وماشي مليح فيزيك، كاين اللي يبعث لك فيديو يخلعك في الفيديو، تشوفي فيديو تاعو كش يلعب بيديه كيفاش يلعب برجليه، تقولي هذا يديها تسمى من نقش وهذا بيان بريباري. بارك الله فيك حمزه، كيما انت تعرف راك درت سبور، راك درت العالميه ودرت تسمى تعرف امور هذو، درت كومبا راك بطل العالم، كاين اللي تشوفيه بيديه يخلع، ابري كي يدخل في لو كومبا تيست كومبا ما يخرجش واش كاين عنده، الطاقه تاعو ما يخرجهاش، حتى الكوتش تاعو مراد ولا الناس فريق الاحمر يزقي عليه يقول له دير تكنيك هذه، دير تكنيك باش يخرج، ما يخرجش. دونك لي دو كوتش كانوا باش يكملوا النقائص اللي عندهم لي زاتلات، النقائص اللي كانوا ناقصين لي زاتلات، وكاين اللي كيما قلت لك في الفيزيك يكون مليح في الكومبا يربحوا واحد اخر اللي حنا كنا نحقروه، نشوفه في فيديو يقول لي بالك مراد ولا حمزه ولا الوناس يقول لي هذا ناقص، بصح كاين دي زاتلات اللي هما داوها كنا حاقرينهم بالعين، هما اللي داو الحزام. جوستومون حنا الله يبارك شفنا قريب 88 رياضي، ونعرفوا الياس باش تجيري 88 رياضي ماشي سهلة. حاجه صعيبه شويه. حبيت نسقسي مراد ولا الناس كيفاش قدرتوا تتعاملوا ولا تجيريوا ان جروب تاع 88 كما نعرفوا باللي فيه جروب فيه بنات مع دراري، وكذلك تاع برسك 15 يوم حتى تقعدوا ولا 16 يوم ولا بون. على بالك الخدمه كيفاش كانت؟ كانت الخدمه كانت بيناتنا لي كوتش، حنا كنا نتلاقاو نديروها بثيرينيو، قال كيفاش نخدموا، كيف نديروا مخطط عامل لاي مرحله تاع ديزات فايت، قال تحضيرات تاع لي تيست، تحضيرات كيفاش ننظموهم، كيفاش نديروا لهم، تفاهمنا درنا لهم قانون داخلي تاع ديزات فايت، كيفاش يرقدوا بكري، كيفاش ينوضوا، كيفاش كذا، فهمتني؟ على جال هذا الشيء اللي قدرنا نسيطروا على المجموعه تاع 88 اتلات، قدرنا نتحكموا فيهم، بس كان عندنا برنامج مسطر، قال نهار الفلاني ها واش نديروا، الوقت الفلاني ها واش نديروا، كل حاجه كانت مسطره، هي اللي سهلت علينا المهمه في التعامل مع لي زاتلات تاعنا. يعني ما تعبتوش بزاف معاهم 88 اتلات؟ كان تقريبا يوميا كما ها كملوا لنا. باسكو علاش حنا ديجا كي جاو كاين بزاف اللي موالفين هذا لي ستاج، موالفين ديجا ما عندهم يشاركوا ديجا، معناتها الباقي كان يتبع المجموعه، وحنا درنا لهم كما نقول لك رانا السمانه الاولى برك ما راناش مازال ما كملناش البروغرام تاعنا، مي
درنا لهم لافي، درنا لهم ريونيون، درنا لهم قانون داخلي هي كما قال لك شيخ مراد، وعلى شحال تنوض، على شحال تشرب بتي ديجوني، على شحال تونطريني، هادو ما قلنا لهم هادو لازم تحترموهم، هادو ما حاجه الاولى راه ديسيبلين. اللي ما يحترمش حطينا لهم قوانين، تما اللي ما يحترمش راه واحد يرفد دوزان. ومعنى ما نديرو برياضي محاضر يعطيك صح بدنيا ولا تكنيك ما يكون مليح وتلقاه كيما نقول هذاك الحاجه اللي سهلت علينا الخدمه هو كان كنا في ليكوتش كنا دائما نتلاقاو في الليل نديرو بروجرام تاع غدو ان شاء الله كيف واش راح نديرو. يتسمى البرنامج كان واجد يكون مسطر من قبل، مسطر من قبل. واللي زاتلات عندنا بزاف لي زونسيا كما قال لك حمد، كما قال لك الناس كانوا عاونونا، كانوا موافقين باللي ستاج ليكيب ناسيونال تما جاتنا سهله، سهلوا لكم. كنا دائما نحطوا الرؤساء دائما نحطوا في على المقدمه دائما لي زونسيا، لي زونسيا اللي عندهم خبره في لي ستاج وخبره في كابيتان ديكيب هكذا. كنا دائما مع الاول كنا حطنا دي كابيتان ديكيب في كل مجموعه اينات ولا اينات انا بها تعرفوا شو صار كاع في المعسكر. اي حاجه تخص ولا اي رياضي مخصوص حاجه ما كانش الحمد لله اللي كما قال لك شيخ مراد من كي درنا لي شيف شيف دو جروب كما كابيتان ديكي في الاينات ولا في الدوكور الحمد لله ما كانش عندنا مشاكل، ما كانش عندنا زعما نقولوا تجاوزات ولا زعما نقولوا رياضيين داوسوا بيناتهم الحمد لله ما كانش عندنا امور هادو. والحق الرياضيين كانوا محترمين ينوضوا في الوقت مين في التدريب كي يمد لهم الناس ولا مراد قال على 8 ونص يبدا التدريب اليوم يديروا حصه بدنيه ولا حصه تكنيك يكونوا في الوقت الحمد لله. في الوقت حتى الاختيار تاعنا تاع لي كابيتان ديكيب نتفاهموا، قال عندنا معايير نقيسوا علاش خيرنا باريزوم كابيتان ديكيب فلان باسكو دوك الناس يشوفوا شكون كابيتان ديكيب شكون في الاينات يا لوجيك باسكو اغلب الرياضيين دائما كنا نخيروا اللي عنده مانجمنت كنا تما نخيروا دائما اللي عنده اللقب اللي عنده اكبر لقب اللي عنده لقب عاكي كيما في الاينات خيرنا بطل عالمي. انا نظن زاكو راه متحمس باش يشوف واش صرا غير صافي ان كرون بليزير نريح فيه وسط لي كوتش ونسمع امور كيما هادو صراو في الجزائر باسكو مازال ما لحقتش ليدي مليح برا فهمتني كيف بالك الناس مازال ما لحقتهمش اطرافير لي ميسيون اللي درتوها وراكم واقفين عليها ان شاء الله باك تلحق اكثر باسكو هذا الفن نبيل كيما حنا ديجا حنا نتبعوا في لي زاميريكا نشوفوا اليو اف سي نتبعوا الامورات هذوك فاهمني علاش ما نشوفوهاش في بلادنا من مصارعين يكونوا تاع بلادنا نكونوا باك نعرفوهم كاباب وليد حومتي كاباب خويا كاباب وليد خالي راح يدخل في هذه وان شاء الله يولي خشين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا زاد فايت مدت الفرصه بزاف لي زاتلات باش يكونوا معنا ان شاء الله في هذا البرنامج. وبيان سور كما قالنا من قبيله الكوتش بداوا يتاقلموا وبداوا يوالفوا بعضهم نروحوا نشوفوا الاجواء تاعهم في هذه السمانه اللي جوزناها كيف كيف ونعاودوا نولوا
أجواء عائلية كما كنا نشوفوا في هذا الفيتير، الله يبارك تأقلموا تمتم مع بعضهم. هذاك الشار نتاع لو سبور كاين توجور كاين لومبيونس، شفنا بالرياضي الله يبارك، شفنا بلي متفاهمين بيناتهم. نظن التعليمات الأولى تاع لي كوتش تاعنا ولا تاع الناس ولا تاع مراد ولا تاع الكوتش الياس يعني بانت على حقيقة تاعها، كما هذو لي زيماج شفناهم فيما يخش ثلاث أيام الأولى. ياس بكل تواضع، اسكرك حسيت باللي مديت ميساج فريمون من قلبك لي زاتات هذوما باش شفنا لومبيونس تاعهم متفاهمين بيناتهم بلا ما نحكي على البرنامج التدريبات؟ الله غير الحمد لله تما مدينا واش نجمو نمدو، وميم ميم بلا ما ننسى كاين اللي كانوا معانا جنود الخفاء اللي خدموا بزاف، بالك مدوا تانيك ما شفناهمش اللي كانوا تانيك كونسيو لي زاتلات يمدلهم دي كونساي باش ما يغلطوش ولا، وكان هذيك لا شالور هذيك تاع لا فامي تاع كيما حنا نقولوا جروب واحد عائله واحده. ليش شفنا شاك اونترينمون كنت دير البريفينغ تاع خمس دقائق هضره مع الاولى، سي كوا لوبجيكتيف تاعها؟ هذه شغل كيما حنا نقولوا مورالمون، نوجدوهم مورالمون كيما يهضر معاهم مراد، كان يهضر معاهم بزاف الشيخ مراد وشيخ الوناس اللي كان يوجي نهضروا معاهم، قال نضحكوهم شويه، قال زعما البارح شكون رقد بكري شكون ما رقدش بكري ونقصروا ونضحكوا معاهم باش نوجدوهم مورالمون ما نحسوهم باللي هم في غربه، خاطش كاين اللي قلت لك اللي جاو بعيد جاو من الصحراء ولا جاو من ولايات مختلفه ولايات مختلفه وش يسنى فيه؟ كاين عنده كاين اللي جاونا كاين اللي السن تاعو 19 سنه 18 سنه فهمتي، تسمى مازالو صغير شويه في راسه، عنده بارك الله فيك حمزه عنده الحنان هذيك مازال تاع العائله، ما يعيطولوش دارهم ولا يقول لك، بصح حنا حبينا لو كوتي هذاك تنسوهم فيه وتكرييو اجواء عائليه كما كنا نشوفوا في الفيديو. كنا اون فامي جروب، كانت هذيك لا شالور، نتعشاو كيف كيف، نفطروا كيف كيف، قهوه وكيف كيف، كيما شتي في الفيتير اللي كيما لانيفيرسير درناها سيتي اون سيربريز. اي والله سيربريز، والحمد لله ان شاء الله ربي يدومها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مازالوا في مفاجات واحد اخرين راح نديكوفريوهم ان شاء الله في اليامات. حبيت نسقسي الناس برك نقول لك اسك لا بريباراسيون مونتال ولا لو بريفينغ اللي كنتوا ديروه اسك عامل محفز 100% ولا يوجد لاتليت باش يكون حاضر في التدريبات بقوه سواء تكنيكمون ولا فيزيكمون؟ اسك الكوتي مونتال يلعب دور كبير باش تحضر الرياضي للمنافسه؟ باش نقول لك خويا حمزه هذاك هو العامل الاول والاساسي البلوز امبورطون في لا بريباراسيون كاع تاع لاتليت، المونتال كي يكون مونتالمون مليح الاز يوجد روحه خير لونترينمون، يوجد روحه خير لا كومبيتيسيون الا كانت كومبيتيسيون، مام يكون محفز مليح تما موتيفي، يكون المونتال تاعو ماشي مليح ما يقدر يدير والو، ما يدونيش الماكسيموم تاعو، ما يمتش كاع واش لازم يمد، الور ما يفوليوش ما يديفلوبيش. على بالي حنايا بازينا على هاد العفسه الاولى كاع اللي هي بريباراسيون مونتال بها اللي كان كاين لومبيونس في المعسكر واللي زاتلات تعرفوا بعضهم بعض ولا يقصروا. مرحله تاع التعارف، مرحله نحلوا من الاطراق، يثقوا فينا يحبونا باش نقدروا نتعاملوا معاهم، باش يقدروا يمشوا معنا في البرنامج، خليناهم يتقربوا لنا بزاف ولا يحبوا لي كونش تاعهم باش يكونوا بلوز الاز. باش يكونوا الاز يحكيوا لنا من بعد تعرف كاع واش عنده، اللي عنده بليس ولا عنده مشكل، كاين ديكوفرينا بزاف صوالح اللي عنده مشكل في الدار، كاين اللي عنده مشاكل في الدار يحكيو لك، يحس روحو باللي صح راهو في مع عائله شغل خاوته كبار عليه يخافوا عليه، خلى عائله في الدار. كيما قال لك الكوتش الياس كاين اللي الخرجات تاعو الاولى في حياته 18 19 سنه، التجربه الاولى تاعو يتغرب فيها بروميير فوا اللي بعد على دارهم يخرج من الولايه تاعو. انا حبيت نروح شويه لزاكو الرابور ديالنا، قول لي راك سايب روحك شويه في لو موند هذا لو موند دو كومبا ولا بليزير؟ وي باسكو سبور برا كاع نحبوا سبور تو جوغ، كي تلعب بالون في الحومه تحب سبور كما يقول الواحد فاهم. وشنو هي علاقتك مع الرياضه؟ نعم اسكو شنو هي العلاقه؟ انا مع الرياضه انا سيك جام جوي نلعب بالون في الحومه، نلعب بالون بزاف وكنت نونطريني من قبل هكا سبور دو كومبا، سيت درت شويه بوكس درت شويه كاراتيه. كان يحكي لي في الكواليس درت بوكس زاكو؟ درت شويه بصح كي كنت صغير فاهم. زاكو قول لي بعد بكل صراحه الادرينالين اللي كاينه في السبور والادرينالين اللي كاينه في الراب؟ والله غير كاين تماشي كما يقول لك يتماشوا مع بعضهم، باسكو شوف رمارك في لي غروند كومبيتيسيون كي تجي داخل الشامبيون يدخل بغونيا جينيرالمون راب، كان يدخلوا تحت توباك بغونيا راب بغونيا محفزه، باسكو على لا ميوزيك هيب هوب ديجا فيها هذاك التحفيز
تحفز من ذاك سبورتيف باش يطلع باش يكون يونطريني كاين اللي يكون يدير في مسكيلاسيون كاين اللي يكون يضارب ميم لي جينيريك تاعهم يجوا لميوزيك دو راب سي بور ساك سا مارش ديجا انا ديجا خدم واحد لاريم نقول هاي كيك للكيكو لا باز كيكو لا باز سي لي كيش مخدوم لانسترو فيه كيك اي باز انا هاي كيك للكيكو لا باز هاي كيك تاع سبور دونك جي يوتيليزي سبور في مي باغول ديجا راني خايف زاكو يكمل معايا يقول لك ندخل نكومباتي نروحوا في هذيك الغنيه من ذاك غادي واش يقولوا لي لا غومارك اللي قالوها لي برا انا وطونك ارتيست تلاقيت بدي سبورتيف اللي قالوها لي انا هذه حنا ان شاء الله ترافير انت ولا ترافير لي كوتش تاع ولا ترافير كل من المشاهدين تاعنا حبينا نوصلوا ميساج باللي رياضي اللي مارس سبور دو كومبا كما قال لو كوتش الياس تلقاه هنا مليح وهنا مليح برك حنا لازم نعاونوا ونطلعوا له المورال تاعو نديروا له اغنيه شابه يسمعها باش موتيفيه باش موتيفيه باش كل الادرينالين اللي طالعه مشاهدينا نروحوا درك الفاصل ومن بعد نعاودوا نولوا لبرنامجنا دي زاد فايت هذا البرنامج برعاية رامي رامي عصير مستخلص من ألذ الفواكه كله بنا ذوق وحلاوة بنكهات متنوعة ومنعشة معاه تحلى اللمة والمتعة مضمونة رامي هو البنين شركة إير ستريت الرائدة في مجال العلامات الرياضية تأتي لكم بالجديد علامة بيك لأول مرة في الجزائر لترافق دي زد فايت البرنامج الأول من نوعه في الجزائر تحدي لا دوزيام بارتي من برنامجكم دي زاد فايت نزيدو نرحبوا بكم مره واحده اخرى مشاهدينا ومازلنا دائما مع لي كوتش ديالنا تاع دي زاد فايت وبيان سور لو راسور زاكو فوالا شفنا حكينا لومبيونس تاع حتى لي كوتش دارونا لومبيونس في البلاطو بون امبيونس عجبوني شغل رايحين غير بالعقل هكا انا على بالي نقول للمشاهدين نقول لكم مازال ما شفتوش التدريبات اللي خصوها لي كوتش تاعنا لي زانفيتي تاعنا ولا ضيوفنا اللي كانوا في برنامج دي زاد فايت كيفاش بداو يطلع الادرينالين كيفاش بدا السيريو كيفاش بدا لوبجيكتيف نحقوا ليه وقبل ما نشوفوا الفيتيال هاديه انا ماذا بيعطونا كلمه فيما يخص البرنامج التدريبي اللي عملوه لي كوتش قبل ما نكتشفوا دخلنا في السيريو تما شفنا دخلنا في الايام الاولين تاع ايامات الاولين ايامات الاولين كان التدريب ما كانش ماشي دور ماشي دور بارك الله فيك ما كانش عالي بزاف ابري خاطش ما نجموش نعلو لهم الميثود تاع التدريب تاعهم يكون عالي ولا كومبيتيسيون تكون قريبه لي تيست كومبا يكونوا قريب خاطش يوصل عيان لاتليت يوصل تما كان ديري له تيست عالي بزاف ولا شارج هذيك تكون عاليه بزاف حيتعب بزاف يتعب قبل لا كومبيتيسيون وينجم يكونوا فيها اصابات ينجم زعما نقولوا بار اكزومبل لاتليت در به بزاف خاطش كوم لي كوتش يحبوا يشوفوا لاتليت يمد واش عنده يبقى يدرب فيه يتعب يمد بزاف الطاقه تاعو ابري كي توصل لو تيست كومبا يكون عيان ما يقدرش يعني تما درنا لهم ما عالي بزاف ما منخفض بزاف درنا لهم في الوسط يعني كل حاجه كانت مدروسه الله يبارك حاجه درتو لها حساب ولاد ما عندهم نظره سيدي كونيسور تاع بومان اللي خرجوا ابطال كيفاش يحضر الرياضي باش يكون يو نهار لا جورجي تاع لا كومبيتيسيون يكون واجد بدني بارك الله فيك ثقه كبيره فيهم لو فات اللي جبناهم لهذا البرنامج سك دايرين فيهم ثقه كبيره ولا بنا بلاك هذه الونس شفنا البروغرام تاعكم كان الله يبارك كان مدروس غير على لا كومبيتيسيون كانت قريبه باش نيفيتيو لي بليزير بكل صراحه الرياضي اللي ما يكونش محضر فيزيكمون لا كومبيتيسيون يعني وشو هما المخاطر اللي راح يتلقاهم قبل لا كومبيتيسيون لي بليسور المخاطر الاولى هي لي بليسور يتبليس الله اصابات هما الاولين ولا اصابات بالغه كاين اللي يقول لك حبس والله كارير كاع كاين اللي يقول لك باللي الرياضي تبليس غير نهار لا كومبيتيسيون نظن خطا نقدر يقدر اذا ما كان دارش بريباراسيون فيزيك جينيرال الاولى تاع بي بي جي بي بي جي باش وبعدين يروح البي بي اس في البي بي اس ديجا يتبليس تقدر تشري ديشيرور يقدر تصرا الباس دو فون يمرض
تما ماشي حيروح لوبجيكتيف. اسكو كوتش اسكو شفنا كانوا دي بليسي في السمانه الاولى؟ كانوا دي بليسين لا لا جاونا ديجا مبليسين، كاين اللي جاونا مبليسين لي دو جور تي تروا في التاست. كانت ساميه كان واحد ساميه واحد كما شفناهم ثاني في اليوميات هذا كان بليسي. بصح لا لا كاين باسكو علاش لا بليبار تاع لي زات لي ديجا جاو مبريباريين باسكو تلونسات الواسمو الاستدعاء هذا تلونسا في ديسمبر ولا ما على باليش بالك 3 موا خلينا لهم الوقت يبريباريو وروحوا فيزيكمون باش يوجو واجدين وباش لي فيزيكمون لي بليسيور فوالا باش يتفاداو لي بليسيور. مراد نعاونو لي توجو البروغرام اللي عملتوه انتوما في ثلاثه الرياضي لما ما يحضرش لكاع كاع كاع الحصص التدريبيه ينوض يعني صباح من بعد صباح ما يديرش شي ما يديرش نحكي في التربص ونحكي اون جينيرال الرياضي اللي ابسونتي بزاف في الحصه التدريبيه وشنو هو العائق اللي راح يكون له. ما نكذبش عليك شوف حنا في البروغرام تاعنا تفاصل رانا قريب سمانه وحنا مع لي زاتليت تاعنا ما كانش 3 جور مع لي زاتليت صافي 3 جور رانا في السمانه الاولى 3 جور الاولين ما لقيناش البروبليم هذا لقينا لي زاتليت يجوا قبلنا تلقى حاضر كي انت تجي بكري ويجي بكري عليك يتما كانوا كاع عندهم هذيك متحمسين كانوا بزاف موتيفين ما كانش عندنا المشكل هذا باسكو لو كان يكون عندنا المشكل هذا مع لي زاتليت حنا كدي كوتش ما نقدروش نكملوا في البرنامج هذا هكذا ماناش مسيطرين على لي زاتليت والبرنامج تاعنا ما يتخدمش كيما نحبوه يتما هنا لا ديسيبلين الحاجه الاولى اللي نديماريو بها ما كاش هذه الحاجه اللي شفناها في البرنامج تاعنا وين كانوا بعض الرياضيين عندهم بليسير قديمه وين بكل الحب تاعهم والشغف الكبير باش يفوزوا بالحزام خلاهم يخبوا على لي كوتش تاعهم ولا حتى الاستاذ ولا راهم صح ظل رياضي نورمال يدير هذه الياس لا لا ينجم يديرها شوف بار اكزومبل حمزه راك قلت لك راك درت الفريق الوطني عباك شوف الرياضي اللي يكون دار الفريق الوطني ماشي عنده واحد النظريه عنده واحد لا فيزيون عنده واحد الامور مي ماشي غيظو ماشي نقول زعما حنا حاجه كبيره ولا بصح عنده نظريه يشوفها اللي ما يجيبش يشوفها رياضي اللي ما داش هو غير انسان عادي نعم. خاطش علاه دوكا انت انا كنت ندرب ثلاث مرات ندرب في النهار ابري توصل لا كومبيتيسيون ناخذ بليسيور ما نجيبش نسمح في هذيك لا بريباراسيون ساكريفيس اي والله خاطش علاه تشوف صحابك رايحين وانت مريح في الدار بالبلاط ولا كدا توصل حتى تبكي كاين امور اللي بكيت فيهم هذيك ساكريفيس هذا اللي درتيه ابري تواجهك كاين بليشير اللي تحبسك هو تو سامبلومون كل رياضي كيفاش يشوف ميداليه كاين اللي يشوفها يقول لك انا ندي ميداليه احنا نخلص عليها يقول لك انا نخلص ندي بطل افريقي ولا بارك الله دونك انا نشاطر بارك الله نشاطر الياس خاطش انا الكومبات يعاود نشفى لها كنت ديجا تكلمت معك كانت عنده اون بليسير نحييك على الروح القتاليه تاعك وزاكو هذا كاع حمزه اللي درناه بالك درناه من اجل الوطن درناه من اجل الكولار تاع البي تاعنا البلاد تاعنا ما درناش على اجل اكس ولا ايكراك راه بارك معنا برنامج ككوتش نظن الناس متحمسين حابين يعرفوا الياس غير كومبيتيسيون غير جيدو تشوفوا في برنامج دي زيد فايت دونك شيف دو كوتش مع لي زونترينور نشوفوا البرنامج التدريبي حابين نشوفوا ثاني البرنامج التدريبي تاعهم اكثر نشوفوا كيفاش كانوا يونتريني ولا زات لات تاعهم نعاودوا نوليو We'll be right back.
كما كنا نشوفوا مشاهدينا كانوا هادو لي زونطريمون تاع لي بروميير جوغ. كوتش مراد لي زونطريمون في لي بروميير جوغ سيتي با دور كما كنا نشوفوا في الفي تي ار، ما كانش حاجه صعيبه بالنسبه لي زاتليت؟ بيان سير، باسكو كنا نبريباريو على حساب البرنامج اللي عندنا، على حساب الكومبيتيسيون اللي رانا مسطرينها. كانوا عندنا لي كارد دو فينال، ديمي فينال، فينال، يتسمى على بالنا واش راه يستنى في لي زاتليت. لو كان نطلعوا لهم الريتم ولا نديروا لهم لاشارج فريمون باش راح يقدروا يكونوا لي بليسر. يتسمى نتعاملوا في البريباراسيون على حساب الوقت تاع الكومبيتيسيون تاعنا هنا في ديزات فايت. ما تنساش باللي كان عندنا تيست فيزيك درناه لهم في ثلاث ايام، هادو درنا لهم واحد تيست فيزيك هكذا باش يشوفوا لي زاتليت المستوى تاعهم وين راه، باش تعرفوا النيفو تاعهم تاع لي زاتليت. هذاك التيست فيزيك هكذاك وشويه تعبوا لنا. ماجوريتي تاع لي ستاج كي يبداو كاع سيتو كي يجونا دي زاترونجي بارابور ليكم نتوما، سي دي زاتليت اللي ما تعرفوهمش، سي اوتوماتيكمون راح يكون كاين تعارف كوتي مونتال كذلك. صحيح. باش نطلعوا لا طونسيتي تاع لي زاتليت لازم لنا وقت. جيتو انا جو بروفيت. شكون لا كابيسيتي دو شاك؟ لا تقدر في التيست تعرف، دير له تيست فيزيك تعرف. لا كاين اللي عنده كاين. احنا هذه الرياضه كي درناها ما درناهاش زعما سبيسيال للرياضيين المعروفين. أيوة. كاين اللي عنده موهبه كما قال حمزه واحد الوقت ما تعرفوش بصح حاب يخرج الموهبه تاعو، فهمني. تسمى كاين اللي ما نعرفوش حنا، علاش حبيت نقول لك جا وعنده موجد بدنيا بصح حنا ما نعرفوش، لازم ندير له لو تيست باش تعرفوا بدنيا. اسكو نتوما كدي كوتش دخلتوا لهم واحد المعلومه انه الرياضي اللي جا البرنامج دي زيت فايت ما راهش يتحكر؟ لا يعني هو ولي كاباسيتي تاعو هو لازم ندخلوا له، لازم ندخلوا له هذيك، خاطر كيما قلت لك مع الاول حمزه حنا كنا اون فامي عائله. صحيح. ولازم هذه العائله ان شاء الله تكبر. حنا ما حشنا حبسوا لهنا حمزه، حنا حابين نبينوا الرياضي هذاك اللي نوجه له التحيه بتيزي وزو، ناس كاع تيزي وزو اللي حتعاود تولي عندنا ان شاء الله. ما حش نخلوه كيما قال امين، كيما قال ياسين، هذه الميسيون ان شاء الله كما قلت نتا حمزه ما حش تحبس لهنا. بالك بيزود دوزيام سيري دوزيام نعيطوا له ونقولوا له زيد بين لنا، انا نكون معاهم في الدوزيام ان شاء الله راح يكون معنا. يبدا يدخل فلوس زاكوني خايف منك. فوالا مراد في التروا شهور هذوما اكيد حنا شفنا حاجات ملاح، واكيد في الكواليس كاين بعض الحوايج اللي صراو اللي ما عجبوكمش نتوما. انا جامري بتكون معنا صالح باسكو حنا وعدنا الجمهور تاعنا سي هاديه بلي ديكوفريو كلش بلي حنايا في دي زيت فايت اطرافير الكاميرا نحكي ولا حوايج صراو كارت شور تابل حاجه اللي ما عجبتكش بلا ما تسيتي لينو، حاجه اللي ما عجبتكش بعض التصرفات ولا بعض الصوالح صراو في ستاج اللي ما عجبوكش انت وما راكش فرحان بها. لا انا كنت تهضر معايا انا شخصيا قال الناس ماشي مراد غلط الناس صح تخزر فيا ويقول تقول مراد شفت علي اسمحوا انا صرات حاجه ما عجبتنيش نهار درنا تروازيام جور هذا في هذه السمانه على كل حال جو الحكام داروا ريونيون باش يمدوا قانون تاع دي زيد فايت. ما عجبنيش واحد لاتليت كيفاش الكومبورتمون تاعو التصرف تاعو كان ما كانش تصرف تاع واحد اتليت او نيفو اتليت ديسيبليني. على كل حال بالك ما كانش في نهار وبالك من بعد حنا هضرنا معاه وفهمنا له كاع كيفاش يسير لازم وما لازمش يزعف هكذاك برك على بطل باسكو حنا رانا هنا كاع على جالو على جال اتليت حنا رانا هنا على جال اتليت بيان سير باش ينجح وهذا ما كان مي حاجه واحده اخرى الحمد لله. ورات الحاجه اللي عجبتك في التروازيور هذا؟ بون كاين حوايج ماشي هو في لوجيك ما يعجبوش باسكو هم ردود افعال تاع رياضيين تاع ناس هو في اصله انسان عنده رد فعل. بالك انت تشرح له التحكيم تاع ديزات فايت يتاثر ما يعجبوش يكون عنده رد فعل، فهمتني؟ رد فعل بالك ما يعجبناش كدي كوتش وكمسيرين هنا. هو كان مدى به البروغرام اللي كان حبه هو اللي يساعده هو منسى يخرج من ذاك. اسمح لي مورد كيلي ما يتقبلش الهزيمه ما يتقبلش لي بالبال حتى شفنا بعض الرياضيين كنتو تجيرو لو تيست فيزيك يكونوا يجرو يكلاسي دوزيام ولا يكلاسي الاول ولا يكلاسي ولا يكلاسي الاخر شفنا الكومبورتمون تاعو ما يتقبلش الحاله. لا حمزه كاين اللي ما يتقبلش الهزيمه كاين اللي ما يحبش ينهزم وهذه الرياضه فيها الخاسر وفيها الرابح. لازم كان ما تخسرش ما تربحش ما تنجمش تبدا من الفوق احنا كاع بدينا من التحت تبدا من التحت وتجي طالع وتحافظ على ومن بعدك تحافظ على المرتبه الاولى تاعك بصح ما تنجمش تبدا من الاولى ديرك فهمني. كاين اللي ما يحبش يخسر يقول لك انا يا حقرتوني نورمالمون ما نخسرش بصح عندنا حكام عندنا قوانين لازم من 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 نجوزوهمش على جالك
نظن كوتش الياس رسالته واضحه، حاب يوصل الميساج الرياضيين تاعنا كامل، سواء كنتوا في برنامج ديزات فات ولا ما كنتوش، انه الرياضي يتعلم قانون داخلي قانون لازم يفهم، لازم يتقيد ويعرف باللي الرياضه هذه فيها رابح وخاسر يا خاص وهاديه. وبيان سور والكاجا هي اللي راح تبين كلش في لافان، الحلم تاعهم بدا يقترب نهار بعد نهار، وكما قالنا الكوتش مقبله كانوا يدير لهم ان تيست فيزيك باش يعرفوا لو نيفو تاعهم. انا قلت لك لو كومبورتمون تاع لي كوتش اللي راهم قاعدين يضحكوا ويتبسموا دوكا في لو تيست فيزيك حيتبدل شويه يلا نشوفوا كيفاش كنتم مراد مع لي زاتليت. راح نشوفوا في تي ار كيفاش كان لونطريمون ونعاودوا نقولوا درك تشوفوا بزاف سوال. يلا نشوفوا مع بعض. كما كنا نشوفوا مشاهدينا هذا لو تيست فيزيك تكنيك تاع لا بروميير سيمين دي زاتليت ولا تاع لي فايترز اللي كانوا معنا في البرنامج. لو تيست هذا كانوا باش يعرفوا لو نيفو دي زاتليت سي سا و بارابور لو سيستيم اللي داروه لي كوتش. نحييكم بالمناسبه، داروا فيزيك ولحقنا تروازيام جور حتى لا تكنيك. شفت واحد اللقطه حبيت نسقسي الياس عليها، ياس مازالك تحب تحكم السيد وتعطي هاك، شو مازال عندك الروح القتاليه تاع ناتليت؟ ما قال لك نعرفوا دركا راك مدرب. شوف خويا حمزه بالك لا تكنيك ما تروحش لاتلات، ما قري يكون في عمره 80 سنه لا تكنيك ما تروحش، بالك ينقص بدنيا بالك ينقص في امور، بصح لا تكنيك ما تروحش. المهم واش حبيت نقول لك، التدريب اللي درناه هذاك درناه في قاعه في قاعه في الحراش، اللي نحيي النادي تاع الحراش اللي نترحم على مصطفى ماباد، نادي مصطفى ماباد اللي طاولنا القاعه باش دربنا فيها. كانت رايحه بريس تكنيك بزاف، خاطش علاه؟ كان طابي اللي نجمو نديرو فيه الحركات، كي طيح ما تاخذش بليسير لا اصابه. كاش كان التقييم تاعك بارابور، نعرفوا باللي كان هذاك هو التست الاولاني تاع التكنيك تاع لي زاتليت اللي جاك، فاش كان التقييم تاعك؟ انا التقييم تاعي ما نكذبش عليك، بالك الرياضيين كانوا يشاطروني الراي والمدربين يشاطروني الراي، كانوا ناقصين تكنيك تاع كيما حنا نقولوا جيدو جوجيتسو ليت اللي فيه الكونتاكت. هما الاغلب الرياضيين اللي جاو كانوا ملاح في المستوى في البوكس ولا في الساندا ولا رجلين ويدين، بارك الله فيك، ولا الكاراتي، بصح الاغلبيه كانوا ناقصين في الكونتاكت، مع الكونتاكت يكون ضعيف اللي يروح ليه السول يخدم يهبطوا للسول، ولا كونتاكت يخدم له دي تكنيك في الدوبو باش يهبطوا للسول، كانوا ضعاف شويه. حبينا نمدلهم شويه باش ياخذوا تسمى ياخذوا نظره على على لا كونتاكت، على الكونتاكت الرياضي في الكونتاكت. ونعرفوا باللي كيكون ان كومبا كومبلي لا بليبار تاع الرياضيين تلقاها مليح الفوق والتحت. والناس انت الله يبارك من اختصاص السول كما نعرفوا. التقييم تاعك وشنو هما النصائح اللي مديتهم لي زاتات تاع ديزات فايت باش يخدموا بهم في لي كومبيتيسيون اللي راهم جايين؟
انا النصائح اللي مديتهم بون في كوتي تكنيك وين راهم مخصوصين باسكو هما فيزيكمون كانوا ملاح ما شاء الله الله يبارك مي كوتي تكنيك كانوا مخصوصين بزاف في الكونتاكت في الكورا كور في لا لوت وكي يروح يكمل في الصول وهذاك عبك ناقص كبير بزاف شغل عامل اللي يقدر يؤدي لاتليت الخساره الخساره وبوقت صغير صغير عارف بلي تنجم في 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 30 سكوند ولا 20 سكوند تخسر 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 منازله اللي اللي درك رابح فيها مالغري كو راك رابح فيها واللي دربت عليها عوام خمسه فهمتني حنا كيما حنا نقولوا في الجودو عندنا تنجم 30 سكوند ولا 20 سكوند تنجم تطيح ايبون على ظهرك ايبون بريس كيما الرياضه الرياضه ديزات فايت ديزات فايت اللي تنجم 20 سكوند يهبطك سول يديك يديك ترونغلومون ولا يديك ارملوك لي ارملوك لي باي باي مرة شفنا في التست تكنيك شفتوا باللي كنتوا قسمتوا رياضيين كل واحد حسب الاختصاص تاعو يعني قبل 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 التشالنج ولا قبل المنازلات وكنتوا قسمتوا حتى في لا تكنيك حتى في لا تكنيك يعني ديما تخيروا الرياضيين يكون مع اتليت في البوا تاعو وشنو هو الهدف من شهادته؟ شوف الاخ حمزه باش ما يخفالكمش حاجه احنا كيفاش كان الاختيار تاعنا في التست تكنيك؟ احنا كنا نسقسيو الرياضي احنا بالك ما يعجبناش واحد نروح نسقسيوه قال انت الاختصاص تاعك واش؟ يقال انا ندير بوكس نخزر له في الكوتي تاع البوكس 100% الكوتي الاخر ما نقدرش ناخذ فيه باسكو هذه ديزات فايت تجمع كاع الرياضات احنا ما نقدروش ما نقولوش ناقص نقولوا مختص في رياضه في ديسيبلين معينه احنا واش نديرو؟ احنا في البريباراسيون بعد واش تفاهمنا قال احنا لازم نلقاو خطه عمل كيفاش نعاونوا الاطلاط تاعنا كي يدخل الكاجا كي يدخل الكاجا يحمي بها نفسه تماك قدرنا اللي عنده نقائص في الصول كنا نتعاونوا مع الكوتش الوناس والكوتش الياس كيفاش نحميوا الاطلاط قالها لا تكنيك كيفاش تخرج كيفاش تدخل اللي كان تحت مليح قال كيفاش انت تدافع على نفسك مع واحد يخدم لا بوكس مليح فهمت كيفاش كان العمل؟ هادية هادية راحت معاك انا تلفتو هادية خشية الصور منا بالعقل هادية هادية خطيها سبور كومبا سبور دو كومبا راني وزاكر لا عشت معنا هادي السنة انا حسيت باللي انا كي عشت معاكم لا لا عجبتني شغل عجبتني شغل رايحة هكا وكيفاش الصور ومنا وبلا هادية سبور كومبا فهمتني الاخ حمزة كيفاش كان الاختيار تاعه وكيفاش كنا نشوفوا في باش باسكو لي زاتلات راهم يشوفوا فينا والمشاهد الكريم راه يشوف في الاختيار كيفاش كان باسكو احنا مش احنا حقروا لي ديسيبلين كل واحد نقيمه بلا ديسيبلين تاعو ولا باسكو حنا مختصين بليك ما تنساش حاجه كاين حاجه ما في لي تاس اللي درناهم تكنيك كانوا مع احنا كانوا معنا عباد مختص في هذه مختص في هذه معناتها ما حقرنا حتى واحد معناتها كوتي تاع كورا كور نشوف كانوا حكم عندنا حكام لا لا في تاس تكنيك لي كوتش هما معاونا الحكام اللي كانوا معنا كانوا كل واحد في الاختصاص تاعو ما نظلموش الرياضي ومام حمزه عاوننا على كل حال كان معنا وعاوننا فور اكزومبل كان عندنا حاكم تاع الجوجيتسو اللي مختص في الكونتاكت ينجم يعرف جيدو ينجم يعرف ليت ينجم يعرف جوجيتسو وكانوا معنا حكام اللي مختصين في الساندا اللي يعرفوا كيك بوكسينغ يعرفوا يماركوا لي بوان في البوكس وكانوا معايا وكانوا معنا حكام دي بوكسور اللي كيما حنا نقولوا علالو نوجه له التحيه بطل اولمبي اللي غني على التعريف مدرب في في جي اس بي ومدرب فريق وطني اللي يعرف بالك خير منا الله يبارك وما نساوش سوريا حداد بطلة اولى اولمبيا في جيدو عمر ميريجا بطل العالم اللي ما نساوش تاع الكاراتي تاع الكاراتي نظيره اللي نحيوا لها نوجهوا لها التحيه تما هادو كانوا معنا كانوا معنا حكام وديجيري دي بروفيسيونيل وكل واحد في الاختصاص تاعو قال ماشي نظن بالك هذه الحاجه اللي تميز بها البرنامج تاع ديزات فايت نظن هذه الحاجه اللي تميز بها انا ابطال كبار وكان الناس اللي كانوا كاع معنا محيطين اللي سطروا اللي اسمح لي حمزه كما تقول اللي سطروا اسمهم من ذهب دي بيلي سطروا اسمهم من كيما ما يخفاكمش ثاني خونا حمزه بطل العالم حمزه هنا باش يشوف المشاهد الكريم باللي الناس اللي جاوا يشاركوا في حصه ديزات فايت باللي راهم محميين اللي يخدم البوكس يلقى البوكسور اللي يخدم الجيدو يلقى الجيدو يخدم الساندا يلقى الساندا اللي يخدم جيجيتسو يلقى ما زيد تحكي والو خلوا مشاهدينا الكرام باش يقعدوا دائما في اليوميات حاجه برك حاجه الاخرى ما على بالوش الياس بصح نهار كون درنا التدريب هذاك تاع البحر تاع الحراش تاع البحر لا لا يا اخي دوزيام جور دوزيام جور الحصه الثانيه هذاك اللي كنت تحكموه معاد اللي كنت تخدم به لي تكنيك طولت مع واحد ربع ساعه في الليل
كنا كيف كيف قال لي يا شيخ على بالك قال لي والله غرقت بالحمى سير حكمت بالحمى بالضر بالطيحة سر المشاكل والله غير بالحمى حكمت بالطيحة طب 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 هذا خيرته خفيف باش الدب انا صار الصون دي تكنيك فهمتني انا واش نقول للمشاهدين نقول لكم مازابي واش باسكو بدات تحلى بدينا ندخلوا في السيريو بدينا ندخلوا في لوبجيكتيف تاعنا تاع البرنامج هو شكون اللي حيفوز بالحزام شكون اللي غادر شكون اللي يبقى هذا كامل راح نعرفوه ان شاء الله في البرايم اللي جاي احنا نخلو لي كوتش ديالنا يروحوا يريحوا شويه خدمه كبيره راهي تسنى فيكم هذا والو شكون نشوفوا مقبله هذا برك لو ديبيو نخليكم تروحوا تريحوا حمزه قلنا لهم كلمه تما اخي حمزه ونشكر ليديا وخويا حمزه لازم تدربها لازم تدربها خطاش على حمزه عباك يكون يحكي شيخ مراد ولا شيخ الونس بقى غير هكا بيان بروشي حاب تعرف فهمني وما نساوش خونا ان شاء الله ما نساوش اللي ان شاء الله ينضم لنا ان شاء الله ان شاء الله مراد واش تقول لنا؟ واش نقول لك؟ نقول لكم يا جماعه بدات الخدمه بدا بدات كيما نقول لو شو بدا رانا غير في الديبي ان شاء الله كاين الحاجه اللي راهي تسنى فينا اللي توجعنا وتوجعهم هي الاقصاءات اللي راح يكونوا ان شاء الله نروحوا داكا داكا معليش نشوفوهم لي بروشام فايت قولوا الناس كيف انا بون تحياتي نبدا تحيه لي زاتليت اللي يستناو فينا دوكا في الكون تدخل مرتك ولادك تعجبني لا 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 باش تحياتي زيد ايام ربع ايام ما شفتهمش ايوا حمزه ما تقوليش هاي ما زلت شهر واحد ونشكر لي كوتش اللي معايا اللي راهم هايلين في مستوى الله يبارك عليه ماشي شري لي ماشي شري لي ترينينغ مازالك تعاود هذا عجبتني ترينينغ تاعك انا بقيت ندير حاجه واحده انا ندير لي كوت صحابي وهاوليك زاكو تبرسك معاه اللي تفضل معايا زاكو شو معاه هادي واش راح تغني تفضل مشاهدينا نختموا البرنامج ديالنا مع مع زاكو يلا واش راح تغني لنا؟ سي ما تقيسهاش ما تقيسهاش خرجت في الالبوم الاخراني تاعي طخ فادور كي سورتي لو 26 مارس اغنية اسمها حسني اوماج الشاب حسني وفرام دونك جبت لنا الاخر تاع الاخر لا كيما حبيت يلا ما نخلي لك البلاطو كامل راهو ليك يعطيك الصحه بالونس لا سيتفون عندنا دي تيست تكنيك ندير لكم دي تيست تكنيك فلوت جيدو شويه يدين شويه رجلين Is that fight? Look at me.
ماكاش حقاتها فايت كروشي باركيت غير تخفي لي تيك اللو كيك لو كيك الواحد ريد معانا اخطيك من طريق العيانة سكة دهباني في يدك امانة يك سلطان اللعبة ما في الخيانة ما في الخيانة اخطيك من سلسانة طلع في المكان ردي الوالي داري عيانة وتعبانة نودو كومباطي ما تبقاش متروح حلق ونطير جناحي مجروح ساقوش دروة طاح زيد نودو قصح خاوت لمينا والخير تمنينا شقينا وعينا سمينا الماكينة سواطن المدينة في كاسة لمينا ديزاد فايت من قلب كاسة ديزاد فايت من قلب كاسة ديزاد فايت من قلب كاسة في بلاك نايت في بلاك نايت ديزاد فايت من قلب كاسة ديزاد فايت من قلب كاسة ديزاد فايت من قلب كاسة في بلاك نايت ديزاد فايت ديزاد فايت ديزاد فايت 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 برنامج برعاية رامي. رامي عصير مستخلص من ألذ الفواكه، كله بنا ذوق وحلاوة، بنكهات متنوعة ومنعشة، معاه تحلى اللمة والمتعة مضمونة. رامي هو البنين. شركة إير ستريت الرائدة في مجال العلامات الرياضية تأتي لكم بالجديد. علامة بيك لأول مرة في الجزائر لترافق ديزيت فايت، البرنامج الأول من نوعه في الجزائر. التحدي